عزيزي المشاهد، مرحبا بك في برنامج المسيح الذي لم أعرفه. في الحلقات اللي احنا بنتناولها بنتناول كلام وقضايا عن لاهوت المسيح. موضوع الحلقة اللي هنتكلم فيه المرة دي المسيح والقداسة. كلنا عارفين وكلنا مقتنعين بهذا ان الله إله قدوس، مستحيل انه يبقى عنده خطية او في اي نوع من الشر وكلية الصلاح في نفس الوقت. السؤال، الله كلية الصلاح وقدوس، فهل المسيح ايضا الكتاب المقدس بيعلمنا ان هو ايضا كلية الصلاح وقدوس؟ هل اتقال عن المسيح انه قدوس في ايات كتيرة وفي اماكن كتيرة ولا لا؟ محتاجين نقف قدام السؤال ده. لو اكتشفنا وتأكدنا ان المسيح هو القدوس وهو كلية الصلاح تمام زي الله، يبقى بكده المسيح هو الله. معانا ضيف الحلقة، بنرحب بيه دكتور حليم حسب الله، اهلا بيك. ومعانا اتنين من الشباب بيناقشوا معانا، مينا اهلا بيك، ومعانا كريستين اهلا بيكي. دكتور حليم، في البداية الله قدوس، محدش من البشر هيختلف على هذه الحقيقة. صحيح. والله كلية الصلاح. نعم. لكن المسيح اتقال عنه فعلا ان هو قدوس؟ وهل المسيح ايضا نبع ومصدر الصلاح وكلية الصلاح زي الله تماما ولا ايه الموضوع؟ صدقني لما تقول زي الله تماما يبقى كأن الله صار له شبيه. عشان كده مش زي الله، ده هو الله. صلح التعبير. ما تمام. ليش؟ ما هو حلو على فكرة ان احنا ناخد وندي. تمام. برضو بنصحح اشياء كتير انا ممكن اخطئ فيها، يعني احنا بشر ودايما فكرنا محدود. تمام. لكن حلو لما انا اقول لفظ خارج عن يعني تفكير الصحيح ويصحح، ده مش خطأ ابدا. تمام. فانا لما بقول زي الله يبقى كأن في الله واحد زيه، يبقى ده شرك بالله. لكن المسيح مش زي الله، المسيح هو الله. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، الكلمة اللي هو وكان الكلمة الله. عشان كده لازم أعرف أن المسيح هو الله بذاته، الابن كالآب تماما، كالروح القدس تماما، في جوهر لاهوت الله الواحد. تمام. المسيح هو الله من خلال فكرة القداسة ومن خلال فكرة الصلاح. نعم. ندخل نعم. في الموضوع. ندخل في الموضوع. انت عارف ان الله اتقال عنه القدوس. تمام. واتقال عنه معتزا بالقداسة. ده اتقال عنه ثلاث مرات القدوس لما الملائكة صرافين في أشعياء. ده اعتراف الملائكة. قدوس قدوس على فكرة قدوس. هريحك في الآية دي. هتلاقيها على مين دلوقتي؟ هتشوفها على مين؟ بس هنوصل لها. وليه ثلاثة؟ كانوا قالوها مرة وخلاص. ما احنا هنقولها لمين دلوقتي؟ طيب تمام. بس انا عاوز اتكلم عن الله الاول اللي قال لشعبه في القديم كونوا قديسين لاني انا قدوس. قدوس. في سفر الخروج واصحاح 13 والعدد الاول بعد اصحاح 12 اللي هو الفداء. تمام. وخروف الفصح ارى الدم واعبر عنكم، يقول لموسى قدس لي كل بك. لما يقول قد قدس لي كل بكر يبقى دول مش مقدسين، يقدسوا. في العهد الجديد يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فكل المؤمنين في العهد القديم أو العهد الجديد مقدسين. بس السؤال، مين اللي قدسهم؟ هو ده السؤال. مين اللي يتقال عنه قدوس؟ ده سؤال تاني. لا يمكن أن نقول قدوس إلا على واحد هو نبع ومصدر القداسة. نبع ومصدر القداسة والمعتز بالقداسة هو الله نفسه. عشان كده الرب بيقدس شعبه. لما أروح للرسالة إلى العبرانيين وأقرأ العبارة في أصحاح 2 من رسالة إلى العبرانيين، هلاقي لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. من المقدسين؟ المؤمنين. من اللي قدسهم؟ مش هجاوب أنا، أنا أسيب الكتاب يجاوب. في أصحاح 10 يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه، يبقى مين قدسهم؟ المسيح. تمام. ناخد آية تانية. بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. يبقى إذن بقربان واحد أكمل المقدسين إلى الأبد. واضح من الثلاث آيات دول أن اللي قدس المقدسين هو المسيح. السؤال، المقدس اللي قدسنا إحنا ما لم يكن هو القدوس معرفة بألف ولام، فكيف يقدسنا؟ طبيعي. إذا كان في مستوانا إحنا في القداسة فكيف يقدسنا؟ يعني خلينا نفكر بالعقل أكتر من إننا نقول أي شيء. رب دنا عقل ودنا كتاب. لا يمكن أن يقدس المقدسين إن لم يكن هو في ذاته القدوس. يبقى إذن المسيح هو القدوس وقدس شعبه من خلال دمه الكريم وتقديم جسده مرة واحدة.
عشان كده الرسول بطرس لما كتب الرسالة الأولى للمؤمنين المشتتين في بونتس وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبثنية يقول عنهم المختارين بمقتضى علم الله يسخر والمقدسين في المسيح يسوع. شفت بقى كيف نصير مقدسين في المسيح ما لم يكن المسيح هو قدوس. القدوس. أنا معلش جبتها من كده هو علشان واخد بالك واضحة. يعني جبتها من وضوحها معنا احنا كمؤمنين تمام. لكن نعود بقى للشواهد الكتابية طبعا. من البدايات بقى تجين. ايه رأي حضرتك في الآية اللي اتفضلت وذكرتها وقلتها؟ تمام؟ ممكن تقراها لي نصا في أشعياء أصحاح 6 من عدد 1. تمام. في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل، الصاروفيم واقفون فوقه لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض. نتكلم عن واحد. أيوة. أنا بغض النظر عن الثلاثة دول تذكروا 3 مرات لكن أنا بقول الكلام موجه عن واحد ماله جالس على كرسي وهو عالي ومرتفع. العالي المرتفع جالس على الكرسي، السرافين بيسبحوا بيقولوا قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. أشعياء راح مصرخ وقال ايه عندك؟ ويل لي لاني هلكت لاني انسان نجس الشفتين، انسان نجس الشفتين وساكن بين شعب الانجس. بعدها يقول ايه العباره اللي بعدها؟ عيني قد رات الملك رب الجنود. عفاك. يبقى راى مين؟ الملك. حلو خالص. مين هو الملك ده؟ هنا السؤال. انت خدتها في العهد القديم عن الله وانا على عينه على راسي، بس ايه رايك بقى المسيح خدها على نفسه في انجيل يوحنا؟ في انجيل يوحنا اصحاح 12 تعال نقراها مع بعض. مع بعض وشوف اتقالت عن مين. نقرا دي التانية. يبقى اذا اللي في العهد القديم هو الرب يسوع اللي احنا بنحكي عنه، لان المسيح نفسه اتكلم عن نفسه في هذا الصدد، والا يبقى المسيح مضل وحاشا ان يكون مضل. كيف يؤيده الرب بالايات والمعجزات وهو مضل؟ استحاله. لابد ان يقف الله في صف من هو القدوس. نقرا كده من عدد 37. ومع أنه كان قد صنع أمامهم أمام اليهود أمام أرباب الهيكل تمام آيات هذه عددها لم يؤمنوا به. لم يؤمنوا به ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن أشعياء قال أيضا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. شفت بقى يبقى الكلام عن مين؟ بيتكلم عن نفسه. يبقى إذن الآيات اللي جات في أشعياء 6 عن رب المجد يسوع. يعني أنت جبت آيات من العهد القديم وهي بتتكلم على صاحب الجلالة اللي احنا بنحكي عنه. تمام. بس قدوس 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 بس يفضل السؤال يعني ماشي يعني أشعياء 6 ده المسيح تمام واضح، لكن 3 مرات قدوس ما كانوا قالوا قدوس مرة وخلاص؟ شوف أو قالوا 10 مرات قدوس. طبعا أنت عارف البعض بيميل إلى قدوس الآب قدوس الإبن قدوس الروح القدس دلالة على التثليث والتوحيد. خدت بالك معاي؟ ومن جانب آخر يقال تكرار الشيء دلالة على تأكيده، ولما تتكرر 3 مرات يبقى تأكيد التأكيد التأكيد. فإن خدتها على تسالوس أنا مش ضدك، لكن أنا أخذها كمان أكتر على تأكيد تأكيد قداسة الإبن المطلقة. واخد بالك إزاي؟ المسيح هو القدوس. إزاي المسيح هو القدوس؟ جبناه من العهد القديم. حلو كده. نروح للعهد الجديد. لما الملاك بشر المطوبة العذراء مريم في إنجيل لوقا وأصحاح 1 وتقريبا 34-35 حاجة زي كده يقول لها إيه؟ الروح القدس يحل عليك. لا أنا عاوز الأول بقول لها إيه؟ يقول لها تحبلين وتلدين ابن. بيني وبينك الأمر مش سهل، يعني في حاجة اسمها سنة الحياة زي ما بيسموها، سنة الحياة المعروفة رجل يتزوج امرأة الناتج مولود مظبوط. دي عذراء لم تعرف رجلا، إزاي تحبل وتلد ابنا؟ حاجة فوق المنطق. عشان كده هي حقها وسألت كيف يمكن أن يكون هذا؟ كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ وأنا لست أعرف رجلا، دي خارج القانون الإنساني. كان الجواب إيه بقى؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي. أنا بقى عاوز تشوف التثليث التوحيدي تشوفها في الآية دي برضو. الروح القدس أدي أقنوم، أدي الروح وقوة العلي أدي الآب. العلي هنا الآب.
فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ابن الله بس قال عنه ايه هنا؟ القدوس، ما قالش القديس، واخد بال حضرتك؟ آه. القدوس. وفي حاجه برضو مهمه قوي، احيانا البعض يقول لك ايه، ما برضو خلينا منصفين، يقول لك كلمة القدوس وقديس في الأصل اليوناني كلمة واحدة، واخد بالك ازاي؟ طب نرد نقول ايه؟ طيب ما انا برضو هرد واقول العبري ما جاتش بلغة واحدة، خدت بالك ازاي؟ وبعدين في حاجة دلوقتي عندي 20 آية بتقول اني الله قدوس او المسيح هو القدوس، وجات آية في بعد 20 آية بتقول اني في نوع من القداسة. افسر الآية في ضوء 20 ولا افسر 20 في ضوء الآية؟ حاجة بالعقل يعني. لا افسر الآية في ضوء 20. تمام، يبقى انا لما بقول المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، واتقال له في العهد القديم قدوس قدوس مجده ملء كل الارض، ده بالعبري تختلف عن كلمة قديس، وكونوا قديسين لاني انا قدوس. واحترس ان الملاك اللي ماشي قدامك هو القدوس، كان مقصود به الابن. تمام. اللي ماشي معاهم. يبقى اذا عشرات مئات الايات بتقول، تيجي بعد كده تقول لي الايه دي في اليوناني تتقال على ده وده، على عيني ولا زعلك؟ ايه اللي انا ايه اللي قلل من الموضوع؟ ما غيرش حاجه، ايه اللي قلل من الموضوع؟ ايه اللي قلل منه؟ اذا هو القدوس برضه. تمام، خدت بال حضرتك؟ تمام. فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. تعال بقى نشوف ال 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 بعد كده تتوالى الامور. انا ادي بعض الشواهد بقى، بعض المشاهد البسيطه يعني، على قد يعني المشاهد البسيطه. لما امسكوا رجال الدين اليهودي امراه في ذات الفعل، ده في يوحنا 8، وفي يوحنا 8 ودخلوا الهيكل، والرب في الصبح نزل من جبل الزيتون كان بيعلم، وحطوها في الوسط وقالوا له موسى قال لنا مثل هذه ترجم بالحجاره ومش محتاجه لشهود، امسكناها وهي تزني. انا مش هحلل الشخصيات لان الشخصيات تعبانه، امسكتوها وهي تزني تجيبوا الرجل معاها طبعا، لان الشريعه تقول اثنين، هربوا للرجل ظهر منهم، ما علينا مش وقت دلوقتي، خد بالك. طيب انتوا جبتوها هي، وبعدين اصل هم مش كانوا ناويين يرجموها هي بس، ما لابد ان ترجم ومعها رجل، بس هم كانوا ناويين يرجموها هي ويسوع المسيح. شفت الشر؟ فهم جايين قدام مين؟ جايين قدام القدوس اللي احنا بنحكي عن قداسته المطلقه. عشان كده ما قالوهمش انا قدوس ابدا، ولا قال لهمش انتوا اشرار ابدا، قعدوا كده وشايفين نفسهم ماسكين الحجاره. هم دخلوا بيها من هنا وهو انحنى، على فكره انحنى عينيه اطهر من ان تنظر للشر، انحنى. وبعدين يقول الكتاب لما ابتدوا يستمروا في الكلام انتصب وبصلهم وقال لهم عباره، من منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. انا اقول لك على حاجه، تعرف لو واقف زي ما هو وقفه الابطال وبص، او لعيون مجده او المجد خوفتهم. الخارج من عيونه خوفتهم خلاهم يهرب، ده قالها وانحنى تاني ما بصلهمش، وكان يكتب، وكل واحد بقى رسم لهم خطاياهم قدام عينيهم، كل واحد قال لك الحجر يخبط في دماغي، رمى حجر وطلع يجري. يبقى كم واحد وقف قدامه؟ مدرسه لم ينجح احد، لم ينجح احد. حضرتك دايما بتقول طلعوا هم اوحش منها، خدت بال حضرتك؟ وبعدين هو في نفس الوقت قال لها امدانك احد؟ اين المشتكون عليك؟ قالوا له لا. قالت له ليس احد. قال له وانا لا ادينك ايضا، اذهبي ولا تخطئي. خد بال حضرتك، غفر لها بالنعمه وادها طبيعه جديده لا تعود للخطيه. تمام. كلمه ولا تعود تخطئي بمعنى من الان تصيري انسانه جديده تكره الخطيه، مش بيشجعها على انه يطلعها براءه ويسيبها يعني بعد كده تعمل اللي تعمله، لا، اداها طبيعه جديده. تمام. في نفس الاصحاح، في الاصحاح 8 يوحنا 8 وقف لهم على المنبر في تعليمه وقال لهم من منكم برضه، بس المرة دي ما قال لهمش من منكم بلا خطية، قال لهم من منكم يبكتني على خطية. أنا على خطية. كم واحد رفع يده؟ فيش. كم واحد نطق بلسانه؟ مدرسة لم ينجح أحد كذلك. خدت بالك إزاي؟ فهو القدوس الكامل، ما حدش يقدر يمسك عليه غلطة. أما الروح القدس قال أربع عبارات أقولهم لك على وجه السرعة، والأربعة قالوا على فم ثلاث شهود، الشاهد الأول بولس الرسول، الشاهد الثاني بطرس الرسول، الشاهد الثالث يوحنا الرسول. نقوله. بولس الرسول قال عنه في كورنثوس الثانيه 5 اخر عدد، عن الله جعل المسيح الذي لم يعرف خطيه، خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله. الفكر والذهن ما انا عاوز خطية. لم يعرف، الفكر لم والذهن يعرف ما فيهوش خطيه، ما عرفهاش. طب بطرس الرسول قال ايه بقى في رسالته الاولى اصحاح 2؟ الذي لم يفعل خطيه ولا وجد في فمهما، لم يفعل،
هناك لم يعرف وهنا لم يفعل سلوكه. في العبرانيين بقى قال ايه بولس الرسول؟ قال بلا خطي عن المسيح بلا خطي. اما يوحنا الحبيب بقى قال ايه في يوحنا الاولى اصحاح 3؟ قال ليس فيه خطي، ليس فيه خطي. يبقى لما يعرفها ولا عملها ولم يفعلها ولا هي من اساسه فيه، موجوده فيه. قول لي بقى الملائكه فيهم الصفات دي؟ ابدا. اولا الملاك ما يقدرش يتجسد، ظهورات ثم اختفاء، لكن ده متجسد في كمال مطلق. واللي ده يتقال على ملاك لا ينسب للملائكه حماقه. طب يتقال على انسان؟ كلنا خطاط ببكره ابينا، ما فيش حد من ابونا لغايه اخر واحد فينا كلنا خطاط. امال مين اللي يتقال عنه الكلام ده؟ سبحانه هو الله. اذا المسيح لابد يا اخي، ده كل كياني بيصرخ جوايا بيقول هو الله هو الله هو الله هو الله القدوس. تمام، متشكرين خالص على الايضاح الرائع ده يا اخي حليم. عزيز المشاهد افتكر العبارة القوية دي قوي، من منكم يبكتني على خطية؟ لو اي انسان وقف وقال قدام اي حد من منكم يبكتني على خطية، هيطلع حاجات كتيرة جدا، لكن الوحيد القدوس هو المسيح. هنخرج فاصل صغير خالص ونرجع بعد الفاصل، معنا الشباب ومعنا الاسئلة بتاعتهم، انتظرنا بعد الفاصل عشان نواصل الاجابة على الاسئلة. عزيزي المشاهد رجعنا بعد الفاصل، ما زلنا بنتناقش في قضية مهمة جدا، المسيح مش قدوس لكن المسيح القدوس. معانا ضيوف الحلقة وعندهم أسئلة ويبتدوا يسألوا الأسئلة بتاعتهم ودكتور حليم هيجاوب عليها. مين اتفضل؟ الطبيعة الإنسانية وكنتيجة للخطية والانفصال عن الله صارت مائتة وفسدة، الجميع زاغوا وفسدوا. فكيف للطبيعة لطبيعة الله القدوس الصالح كلي القداسة أن هو يتحد بهذه الطبيعة الفاسدة ويأتي متجسدة؟ أنت دخلت في موضوع الحقيقة خطير ومهم، وأنا أشكرك على هذا السؤال. أنت عارف أن دي هي لما بدأت زمان بدعة الغنوسيسيين بدأت من هذا المنطلق، وهو أن المادة في نجاسة وشر، وكيف يأتي الله متجسدا؟ فدي هي ما هي جديدة، لكن كانت من أيام الرسول يوحنا، ولذلك قاده الروح القدس في كتابة الإنجيل للتدليل على أن المسيح من جهة لاهوت هو الله، وفي الرسائل اتكلم عن ناسوت المسيح كامل. وفعلا الإنسان الكامل مش مجرد شكل أو هذا الشيء. أنت عارف أن احنا عندنا أربع عينات موجودة على الأرض، أو كانت على الأرض يعني. عندنا آدم ملهوش مثيل ملهوش نظير، عندنا المرأة زوجة آدم برضو ملهاش مثيل ملهاش نظير، حواء. بعد كده أنا وإنت، وإحنا لنا نظائر كتير قوي هنشوف دلوقتي، وبعدين المسيح ملهوش نظير. يبقى عندي أربعة. آدم اتخلق، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حي. ما تلاقيش أي كائن حي من البشر اتعامل معاه هذا الشيء غير واحد بس، وهو آدم. حدش دخل العالم بالكيفية دي، الخلق من لا شيء أو من التراب. كمان المرأة، المرأة صنعت، أصنع له معينا نظيره، فهي صناعة الله. أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، أخذ ضلعا من أضلاعيه بنى عليها لحما أحضرها إلى آدم. حدش تاني، ما تقوليش بقى مين أوقع الرب عليها أو عليه سباتا وأخذ ضلعا من أضلاعيه. إذا لا نظير لآدم ولا نظير للمرأة، ليه حواء؟ لا نظير لحواء، مفيش. ولذلك اللي بيقول إن المسيح مثله مثل آدم خلقناه من التراب، أيام سوري، إن المسيح ما تخلقش لا من التراب ولا جبل الرب الإله المسيح ترابا، ما ينفعش، هو آدم بس مش غيره. أما بقية البشر اللي هو أنا وإنت واللي على شاكلتنا، جئنا من تزاوج المخلوق والمصنعة، يعني المخلوق اتجوز المصنعة، فجينا إحنا بالتزاوج، وكلنا جينا بهذه الكيفية. أبويا اتجوز أمي جيت أنا، أبوك اتجوز أمك جيت أنت، كويس. سنة الحياة ما تلاقيش كده. احنا خلاص دخلنا على الرابع. الرابع بقى داخل العالم ازاي؟ دخل الرابع ازاي؟ بالتزوج؟ حاشا لله، الله روح. واللي يقول ان الله تزوج مريم وانجب عاوز اقطع لسانه، كارثة. جهنم مش قليل عليه، ده اكتر من جهنم يا اخي، لان الله منزع عن هذه الامور القدوس. طيب هل اوقع الرب الاله سباتا على مريم فنامت واخذ ضلع من اضلاعها وبنى عليها لحم
واحضر يسوع للعالم؟ حاشا، ما قالش الكتاب ولا التاريخ بيقول كده. يبقى اذا المسيح مش مخلوق زي ادم من التراب، المسيح مش مصنع زي المراه صنعت من ادم، المسيح مش مولود زينا احنا بالتزاوج، لكن الروح القدس يحل عليك، قوه العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. شوف يقول ايه، هيأت لي جسدا. هنا لما نقول هيأت لي جسدا، هيأ لنفسه. هقول عبارة، الجنس البشري ورث الخطية من مين؟ ما تلاقيش آية في الكتاب تقول ورثها من المرأة، من الرب، خد بالك معاي، لكن ورثها من آدم. الرجل هو اللي ورث الخطية، الرجل يعطي الحياة، عشان كده الوراثة من آدم. بإنسان واحد مش اتنين، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا الموت اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع كما في آدم يموت الجميع. يبقى إذن الخطية تورثت لينا كجنس بشري من آدم. مين يتقال عنه بقى نسل المرأة؟ هو واحد فيش غيره، كلنا نسل الرجل. خد بال حضرتك من الحتة دي، كلنا بدون استثناء نسل الرجل، عشان كده ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، والجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد. ما فيش حد فينا، كلنا زي بعض أخطأنا، لكن واحد بس اللي هو نسل المرأة. يعني نسل المرأة ولد من امرأة دون تدخل رجل، وده مين ده؟ الوحيد اللي اتولد من امرأة دون التدخل البشر والإنسان، اللي قالها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. دي ناحية، فهو لم يتدنس لأنه ليس من نسل الرجل، ولم يأخذ خطية الرجل، وبالتالي لا يمكن أن نقول عليه تدنس من الإنسان. شيء تاني بقى، قوة العلي تعمل ايه؟ تظللك. يعني ايه تظللك؟ مش حماية لها هي، ده حماية للي بيقبى في بطنها، عشان كده لم يأخذ منها أي خطية أو أي شر على الإطلاق، فهي المستودع الذي كون من خلاله جسدا وأتى إلينا لفداء البشرية، عشان كده القدوس الذي بلا خطية. إذن المشكلة ليست في الجسم الإنساني، لكن هي في الخطية. بالضبط كده، المادة ليست شر. مظبوط. تمام تمام. كريستين اتفضلي السؤال بتاعك. احنا يعني تكملة لسؤال مينا، احنا نعرف عن الله ان هو عيناه أطهر من أن تنظر الشر. نعم. طيب الإنسان يسوع المسيح لما جاء على الأرض كان محب للعشرين والخطاء، وبالعكس كان الصنف المتدين او الصنف اللي ممكن يكون اقرب لله مش بيتعامل معاه ببلين. طب مش ده يختلف مع قداسته ولا؟ لانه هو الله القدوس، فهو يكشف كل شيء. يعني اقولها لك بطريقه ثانيه، النور عندما ينير يكشف كل شيء كائن في الظلام. مش عارف العباره ما مفهومه. يعني لو انا داخل المكان ده وما فيهوش نور، ممكن اخبط في الكرسي وممكن اخبط في اي شيء لاني مش شايف، لكن النور يكشف كل ما هو في الظلام. النور الحقيقي الذي ينير كل انسان كان اتيا الى العالم، جاء النور الى العالم، بس العالم احب الظلم اكثر من النور، لان اعمالهم كانت شريره، لان كل من يبغض النور لا ياتي الى النور لالا توبخ أعماله، عشان كده يبغض النور، فمش أحبوه بس، ما حبوش بس، لكن كمان أبغضوه. ولذلك الرب قال أبغضوني بلا سبب. لما جه كشف الاثنين، كشف الاثنين يعني كشف الخاطي اللي خطيته واضحة، وكشف الخاطي اللي مخبي خطيته، ما في نوعين من الخطاة، في خاطي واضح قوي ما يختلفوش عليه اثنين، نشاور عليه ونقول ده من تصرفات واضح، لكن في واحد تاني لابس، يا سلام، ده ما نقدرش نقول على حاجة، أدب وأخلاقه ذوق، لكن نسي إن الأصل الفاسد موجود في كيانه. تمام. فهو لما جه مش كشف الخطاط الواضحين، لكن كشف الخطاط المستخبيين المتدينين. ولذلك ليه كرهوه الفريسيين ورجال الدين اليهودي؟ كشفهم بالضبط، كشفهم قدام سامعين، كشفهم وفضحهم لما يقول له أيها الفريسي الأعمى، وبعدين يقول له أيها الفريسي المرائي، وأيها تشبهون القبور المبيضة من الخارج وفي الداخل. إذن في نور قداسته وجوده في محضره هذا القدوس الصالح كشف نجاسة الإنسان وفساده، ولذلك كرهوه. هو جاي لمين بقى؟ بص بقى جاي لمين. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. خد آية تانية،
ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يبقى جاي للخطط، جاي للهالكين، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم، جاي للتعبانين، يبقى جاي للعينات اللي هي واقعة ساقطة. وكل البشر إحنا كلنا واقعين وساقطين، فهو لما جه أعلن محبة الله لنا كلنا، لأنه هكذا أحب الله العالم. لما جاي للخطاط، محب للخطاط، لما يقربوا منه الخطاط وهو جاي عشانهم يعمل إيه؟ يرحب بيهم، يرحب بيهم ويفرح بيهم طبعا. خدت بالك إزاي؟ لكن المدعين التدين عملوها تهمة، إنه يقبل خطاط ويأكل معهم. يا سلام، لما دخل بيت زكا، إنه دخل ليبيت في بيت رجل خاطئ، ولما كان إنه محب للخطاط والعشري، دي اللي تعباهم وهم نفسهم تهمة، لكن هو كان بيحبهم هم كمان، وكان بيوبخهم لصالحهم. يعني أنا لما بشوف واحد ووبخه لصالحه حتى ولو كرهني، بكرة مع الزمن هيكتشف إني لخيره ولصالحه. كان شاول الطرسوسي 100% وكان يكرهه 100%، لكن بعد ما تقابل معاه وعرف إن لخيره الصادقة هي الكلمة ومستحق كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاط الذين أولهم زكا. لا ده أولهم أنا. أنت بتاع الناموس؟ الآن ما اكتشفتش حالتي غير لما هو قرب مني. فهو بصراحة محب للكل وكشف الكل ويريد خلاص الكل، ويا بخت اللي يكون من الخطاط والعشرين هو اللي هياخدها ويقبلها. بيعالج، بيقبل الابن الأصغر وعلى ويطلع للأكبر، ويطلع للأكبر. نعم. وعايز الأصغر وعايز الأكبر، عايز اللي مبعد أو ضايع، وعاوز المتدين الغرقان في دينه، وعايز المتدين. لو سؤال بسرعه جدا والاخ حليم هيجاوب عليك برضه باسرع، يعني المسيح ما قالش على نفسه ان هو قدوس، بس هو قال عباره غريبه قوي. جاله واحد في متى 19 بيقول له ايها المعلم الصالح، فرد عليه المسيح قال له لماذا تدعوني صالحا، ليس احد صالح الا واحد وهو الله. السؤال ده مهم جدا يا اخي، سؤال لحضرتك مهم جدا. السؤال ده سؤال لحضرتك، هو قال له لماذا تدعوني صالحا ولا لا تدعوني صالحا؟ معلش يعني لماذا؟ نعم لماذا؟ يبقى إذن لو المسيح مش صالح كان يقول له لا تدعوني صالحا. أنت تاخد بالك من الملاك لما سجد له ويوحنا قال له إيه؟ لا تسجد. قال له لا تسجد، لا. اسجد لله، أنا عبد. طب فاكر بطرس لما سجد له كارنيليوس، لما راح بيت كارنيليوس قال له إيه؟ قال له أنا إنسان مثلك، اسجد لله. طب المسيح لو مش صالح كان قال إيه؟ لا تدعوني صالحا، ليس أحد صالح إلا الله، لكن قالها كده. قالوا لماذا؟ يبقى إذن السؤال هنا، السؤال لماذا تدعوني صالحا وأنت حافظ الوصايا، وباعتبارك يهودي تعرف أن الصلاح وكل الصلاح ينسب لله، إن كنت قد رأيت كلي أني كلي الصلاح ودعوتني صالحا فأنت قريب، لماذا لا تؤمن بي إن أنا الله؟ وإلا فأنت من الأساس لماذا تدعوني صالح؟ صحيح، خدت بالك إزاي؟ فما هو السؤال ينفي ده، بالعكس يثبت. أما من جهة الصلاح بصراحة كده، هو قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح. إيه رأي حضرتك بقى؟ الصالح. طب وإيه رأي حضرتك قال عن نفسه؟ الكنز الصالح والنصيب الصالح والطريق الصالح. واللي بقى مدام قال عن نفسه والمعلم الصالح والصلاح ينسب إلى الله، يبقى إذن هو إيه؟ هو الصالح. يبقى إذن السؤال لا ينفي صلاحه بل يثبته ويؤكده. شكرين خالص يا دكتور حليم على التوضيح الرائع، متشكرين للشباب والأسئلة. عزيزي المشاهد، مفيش حد قدوس غير المسيح، ومفيش حد كلي الصلاح غير المسيح، لأن المسيح ببساطة جدا زي ما كنا بنسمع في بداية الحلقة هو الله. الرب بيوجه ليك رسالة، وعليك أنك تفكر في الكلام اللي أنت بتسمعه، عليك أن أنت تصلي وتطلب هذا الإله. لو أنت حتى مش مقتنع، هو يقدر يوصلك وهو يقدر يقنعك. تابعنا في الحلقات القادمة والرب معك.